السلام عليكم، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لتتبع تطورات الحل السياسي في اليمن. أكد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أن الحل في اليمن لابد أن يكون وفق ثلاثة أسس تتمثل في وقف الاقتتال وعدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة ومرحلة انتقالية تمثل كل اليمنيين. السفير الأمريكي أيضا كشف عن تحركات لبلاده ومن يصفهم بشركائها في المنطقة ودول أخرى تهدف لتحقيق سلام يوفر لليمنيين حياة مستقرة ومزدهرة. تصريحات السفير الأمريكي تأتي بالتزامن مع تحركات ولد الشيخ الجديدة ولقائه بالرئيس هادي ووزير خارجيته وحديثه عن حزمة من المقترحات للحل. فهل تكون التحركات الأخيرة بوابة للدخول إلى الأزمة اليمنية؟ ذلك ما نحاول تسليط الضوء عليه في محورين: هل أيقن المجتمع الدولي والإقليم بضرورة الحل في اليمن؟ أم أن أجندة الاستثمار في احتراب اليمنيين ما زالت هي السائدة؟ وهل المعطيات مواتية للدخول في نقاش حول الحل السياسي وما طبيعته ومحدداته؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. من وسط ركام الشكوك بإمكانية وجود حل سياسي للأزمة اليمنية، ينطلق السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر نحو اليقين بأهمية وجود حل قائم على ثلاثة أسس تتمثل في وقف القتال وعدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة ومرحلة انتقالية تمثل كل اليمنيين. السفير الأمريكي كشف عن جملة من التحركات لبلاده ومن يصفهم بشركائها في المنطقة ودول أخرى على تحقيق سلام يوفر اليمنيين العاديين حياة مستقرة ومزدهرة. وعلى الرغم من لهجته المتفائلة بوجود حل سياسي، تحدث عن فقدان الثقة بين الأطراف اليمنية والإقليمية التي تستغل الصراع لتحقيق مصالحها، وبالتالي بات التقدم نحو السلام صعبا. الرؤية الأمريكية للحل عائمة، وسبق أن فشلت جهود قادها وزير الخارجية الأمريكية السابق في جمع الأطراف اليمنية على طاولة المفاوضات بالرغم من الوعود والإغراءات الكبيرة التي قدمها للحوثيين خلال لقاءاته بهم في سلطنة عمان. النشاط الموسمي المحموم وارتفاع الأصوات المنادية بإحلال السلام في اليمن دون أن تتجاوز الجهود اللقاءات والزيارات المكوكية للوفد الأممي التي تكشف عن قلة حيلته وفقدانه للفاعلية والقبول لدى كافة الأطراف بسبب عدم تمكنه من إحداث أي اختراق في ملف المفاوضات خلال ما يقارب ثلاثة أعوام. ولد الشيخ التقى مؤخرا في الرياض بالرئيس هادي بالتزامن مع اجتماع لمجموعة السفراء 18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن. اللقاءات الدبلوماسية في الرياض تتم برعاية أمريكية بريطانية في محاولة لإنهاء الملف اليمني الذي بات مورقا للسعودية وحلفائها بسبب الضغوط الرامية لتدويل ملف الانتهاكات التي رافقت الغارات التي طالت المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن جراء استمرار الحرب بشقيها الداخلي والخارجي. الجهود الدولية المبذولة لاحتواء الصراع في اليمن تصطدم بالواقع المعقد للصراع وتداخل العلاقات بين الأطراف المحلية والقوى الإقليمية وتعدد وجهات نظر الفاعلين الدوليين في اليمن لشكل الحل وحجم طاولة المفاوضات وطبيعة الجالسين حولها. كشفت الأزمة اليمنية عدم وجود أي فاعل حقيقي لديه القدرة على لعب دور إيجابي في اليمن، وكلما طال أمد الأزمة في اليمن كلما انكشفت القوى الإقليمية وأجندتها أكثر، وهو ما يجعل من فكرة الحل في اليمن بمثابة المعجزة غير القابلة للتحقيق. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدا هذه الحلقة مع المحلل السياسي الدكتور محمد جميح وأيضا الدكتور عبد الله الغيلاني الباحث والمحلل السياسي من عمان. البداية مع دكتور محمد جميح. مساء الخير دكتور محمد. أهلا وسهلا، مساء النور. مساء الخير دكتور محمد. بداية، كيف تقرأ تصريحات السفير الأمريكي حول حل، وهناك ربما مقترحات جديدة الآن من أجل حل الأزمة اليمنية مع شركاء محليين وإقليميين كما يقول السفير الأمريكي؟ بعد التحية لكم للضيف الدكتور عبد الغيلاني والمشاهدين.
لا جديد اعتقد في زياره للشيخ، يعني يمكن ان يعتمد عليه. هناك بعض التسريبات التي تتحدث عن طبعا الشقين السياسي والانساني، ولا شك ان الشق الانساني هو الشق المقدم الان في الحل، والمكون كما هو معروف من خمس نقاط، والنقطه الاولى تخص الحديده، والثانيه تخص مطار صنعاء، والثالثه تخص المرتبات، وثم الاسرى والمعتقلين، وبعد ذلك ياتي ملف رفع الحصار عن مدينه تعز. هذه النقاط الخمس هي ما يمكن ان يشكل الجانب الانساني في هذه الخطه التي يناقشها ولد الشيخ مع الحكومه اليمنيه. واليوم كذلك التقى الجبير عادل الجبير وزير الخارجيه السعودي. بالنسبه للجانب السياسي وهو الجانب المعقد في تصوري، هناك بعض افكار عن اعاده صياغه للخطه الاولى التي قدمها ولد الشيخ والتي تخص الانتقال السياسي. هناك احاديث عن خروج الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الى موسكو، وهناك ايضا حديث عن دور روسي بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية بعد زيارة الملك سلمان. كل هذه الأحاديث من قبيل التكهنات والتسريبات والتحليلات أكثر من كونها يعني معلومات مؤكدة. الإشكال الحاصل الآن أن الحرب دخلت مرحلة يعني مرحلة التعود عليها، أو مرحلة التطبيع إنجاز التعبير. الناس تعودوا على الحرب والأوضاع تطبع في ظل الحرب، والسكون العسكري هو الساعد، بمعنى أن الجبهات لم تعد تتحرك بشكل كبير يرغم أحد الأطراف أو كل الأطراف على القدوم إلى مائدة التفاوض. هل تعتقد هذا التجميد وهذا الهدوء دكتور محمد له علاقة بتهيئة أرضية لحل سياسي للأزمة؟ هو أعتقد أن مجلس حقوق الإنسان في جنيف والأمم المتحدة عندما أدرجت التحالف العربي مع الحوثيين بالطبع في القائمة السوداء، كأن في ذلك نوع من يعني المهلة للتحالف العربي، وإن لم تكن مهلة مقصودة للمجتمع الدولي، لكنها تؤشر على أن هناك عاما آخر من بعد هذه الإجراءات اتخذت في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف من أجل إنجاز حل عسكري معين لإنجاز الحل السياسي. وبالتالي في تصوري أنه ما لم يحدث خلال هذا العام من هنا من تاريخ صدور القرار أو وضع الاتحاد العربي على القائمة السوداء، ومن تاريخ أيضا صدور تقرير مجلس حقوق الإنسان بضرورة توسيع لجنة التحقيق الوطنية في جرائم الحرب، ما لم يحصل أي تغيير خلال هذا العام، فإن الدورة القادمة ستشهد أيضا ضغوطات متصاعدة أيضا على طرفي النزاع، وبالأخص على التحالف العربي وعلى الحكومة الشرعية. وبالتالي الحكومة والتحالف أمام امتحان حقيقي خلال هذه الشهور القادمة من أجل إحداث نوع من التغيير على الأرض، حتى يكون هناك مجال المفاوضات السياسية والعودة إليها. أما إذا ظلت الأمور على ما هي عليه فأعتقد أنه لن نشهد حلا سياسيا. نعم. طيب دكتور، إذا تكرمت تسمح لي أيضا أن أشارك معنا في الحديث الدكتور عبد الله الغيلاني من لندن. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخيرات، مرحبا بكم جميعا. ربما دكتور عبد الله سمعت أيضا رأي الدكتور محمد جميح، برأيك أنت وقراءتك لتصريح السفير الأمريكي، هل فعلا حان الوقت للحل للأزمة اليمنية؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما أنه هل حان الحل فنعم، يعني بالتأكيد أن الأزمة اليمنية قد يعني طال أمدها وتعقدت يعني تداعياتها على كافة الصعد السياسية والإنسانية والاجتماعية. ولكن هل ما يعني جاء به السفير الأمريكي يمثل نقلة نوعية في اتجاه الحل السياسي؟ أنا أقول كلا. يعني اعتدنا على يعني مثل هذه العناوين التي تصدر بين الحين والآخر من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ابتداء بإدارة الرئيس أوباما والآن إدارة الرئيس ترامب، وكذلك من المبعوثين الدوليين المتلاحقين. فهذه لا تعدو يعني أن تكون عناوين عامة، ولكنها لا تحمل في أحشائها مشروعا سياسيا متماسكا.
لا من قبل السفير الأمريكي الذي جاءت تصريحاته يعني ضمن ثلاث نقاط: وقف القتال، إفساح الطريق للمساعدات الإنسانية، الدخول في مرحلة انتقالية يشترك فيها جميع اليمنيين. يعني هذه عناوين عامة ويعني ليست مشروعا سياسيا للحل. الآن يا أخي الكريم، يعني الناظر إلى ما يحدث على الساحة اليمنية، هناك يعني ثلاث مكونات. المكون الأول هو ضغط الحالة الإنسانية. فالحالة الإنسانية في اليمن لم تعد هي كما كانت قبل سنتين أو حتى قبل سنة. الحالة الإنسانية في اليمن اليوم تعد مكونا ضاغطا على أي تفكير سياسي للحل. حالة اللا فعل التي عليها التحالف العربي، هناك جمود في العمليات العسكرية، هناك جمود في بلورة رؤية سياسية من قبل التحالف العربي، والذي زاد الطين بلة هو إدراج التحالف ضمن القائمة السوداء من قبل المجلس الأممي يعني حقوق الإنسان. هذا يعني يفاقم الوضع أكثر. وكذلك يعني المكون الثالث هو ما يجري من انقلاب على الشرعية في المناطق المحررة. يعني عن أي حل سياسي نتحدث وهناك تحولات جذرية تجري في المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية؟ لم تعد الحكومة الشرعية حاضرة في هذه المناطق، وبالتالي ما هي القوة التي تتمتع بها هذه الحكومة فيما لو يعني بدأ الحل السياسي واجتمعت الأطراف المعنية الإقليمية والدولية؟ ما هي القوة التي تتمتع بها؟ نعم دكتور عبد الله، ربما الإشارة نعم في هذه النقطة دكتور عبد الله، ومعذرة على المقاطعة، ربما في هذه النقطة يعني كما تحدث السفير الأمريكي عن طريق شركائهم الإقليميين في المنطقة، وربما هناك يعني ربما تواصل مباشر سواء مع الإمارات أو مع المملكة العربية السعودية، وربما هم من أعطوهم الضوء الآخر أو الوعود بيعني تقارب لحل، هم أيضا طرف ضامن فيه. أنا أتصور أن شركاء اليمن الاستراتيجيين أي التحالف العربي هو الذي يضعف هذه الحكومة. يعني لم يعد لها من الأمر شيء، لم تعد هذه الحكومة يعني قادرة على أن يعني تعكس حضورا سياسيا أو حضورا إداريا في المناطق المحررة، وبالتالي عن أي حل سياسي نحن نتحدث في ظل انقلاب على هذه الحكومة في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية من اليمن. على أي حال يعني القدر المتيقن فيما يتصل بالحل السياسي أنه ليس هناك، لم يطرح أحد لا الولايات المتحدة ولا أي فاعل من الفاعلين الإقليميين، لم يتقدم أحد إلى هذه اللحظة بمشروع سياسي متناسق يمكن يعني أن تتوافق عليه الأطراف وأن يدرس وأن يتم التوافق والاختلاف عليه إلى آخره، وصولا إلى يعني بلورة رؤية مشتركة. ليس هناك مشروع سياسي يمكن الحديث عنه في هذه المرحلة. هناك عناوين عامة يعني يخرج بها السفير الأمريكي بين الثلث والآخر، وأنا أتصور أنها سيأتي في يعني ما يحدث الآن منذ 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 بضعة أشهر أو أكثر من سنة حقيقة، يعني أشبه بيعني إثارة في العلاقات العامة، يعني حتى لا تتوارى الأزمة اليمنية وتنسى. طيب، فيظهر السفير الأمريكي أو غيره بعض المبعوثين الأمميين من أجل أن يعني يقول المجتمع الإقليمي والدولي أن الأزمة اليمنية لا تزال حاضرة في أجندة الإدارة الأمريكية، لكن يعني في الجوار ليس هناك مشروعا سياسيا متماسكا. طيب دكتور، إذا اسمح لي دكتور، وضحت هذه النقطة، إذا ربما لا يوجد هناك أي مشروع سياسي واضح كما تقول دكتور عبد الله. أعود لي الدكتور محمد جميح. دكتور محمد، إذا الدكتور عبد الله الغيلاني ذكر نقاط مهمة بأن ربما كل يعني أسس الحل التي جاء بها السفير الأمريكي هي عبارة عن عناوين عريضة لا تنتج حلا فعلا مرضي للأزمة اليمنية، وأيضا هناك إشكالية أخرى وهي إضعاف التحالف العربي للشرعية في المناطق المحررة، ما رأيك؟ هو الذي يحصل الآن أن نوع من استنزاف الأطراف المختلفة للصراع. هل هذه هي إرادة دولية لإنضاج الحل؟ هل هي إرادة إقليمية لإنضاج الحل؟ لا نستطيع الجزم بذلك، لكن الملحوظ أن الأوضاع في اليمن على المستوى الميداني تسير باتجاه استنزاف جميع الأطراف، حتى لا يكون وهنا خطورة لمصلحة من دكتور محمد؟ استنزاف جميع الأطراف لمصلحة من دكتور محمد؟ هو
هنا الخطورة أنه عندما تستهدف جميع الأطراف فإن القوة الفاعلة التي يمكن أن تشكل من أحد هذه الأطراف أو نواة الدولة الأطراف لن تكون موجودة بعد أن تستهلك وتستنزف في هذه الحرب. ونقطة أخرى وهو أن العلاقات الاجتماعية بفعل الحرب أيضا تتمزق، والنسيج الاجتماعي والآن يعني المخاطر التي تهدد الوحدة اليمنية هي مخاطر حقيقية وواضحة، وبالتالي طول أمد الحرب إن كان يصور لأحد بأنه يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي باستنزاف الأطراف المختلفة فأنا أعتقد أن ذلك تفكير خاطئ، لأنه صحيح أنه يستنزف الأطراف لكن الأطراف المستنزفة ربما تتنمر أكثر وربما تستعصي على الحل بشكل أكبر، بالإضافة إلى ما ذكر من أضرار ناجمة عن امتداد الصراع سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستويات الأخرى فيما يخص الأوضاع في اليمن. الإشكال الآن أن الأطراف الإقليمية هي ربما تعول على طول فترة الحرب من أجل الحل، وهذه نظرة تعبر عن هذه الأطراف بين الحين والآخر بأنها ليست في عجلة من أمرها، وبالتالي من أجل دفع الآخرين الأطراف الداخل للعودة للمفاوضات، لكن ما في تصوري أن الحرب إذا طالت فإنها تنتج معضلات ومشكلات أخرى لم تكن في الحسبان، وبالتالي ينشغل العالم والإقليم بمفرزات الحرب لا بالحرب نفسها أو بما نتج عن هذه الحرب لا بالمعضلة الأساسية المتمثلة في الانقلاب. اليوم لدينا على سبيل المثال يعني لم تكن في بداية الحرب معضلة الحراك أو المعضلة الجنوبية أو معضلة المجلس الانتقالي لم تكن موجودة، الآن لدينا مشكلة موجودة حقيقية، هناك أيضا تشدد مقاومات مختلفة هنا وهناك، صعوبة عودة الرئيس هادي إلى عدن لم تكن بهذه الصورة الآن كما كانت عليه من قبل، الآن هي أشد، وبالتالي مع تطور الأوضاع مع طول فترة الحرب تنجم مشكلات يصعب التحكم بها، تصبح الأطراف المتنازعة في الداخل وإن كانت حتى يعني تؤيد الشرعية تصبح أكبر من الشرعية ذاتها، وبالتالي يستحيل عودة الشرعية أو أن تضبط نعم. هذه الأطراف أو أن تعيدها إلى أن تنسجم مع الشرعية مرة طيب أخرى. دكتور محمد نعم. ما لا يدرك الآخر على 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 ضوء ما طرحته دكتور محمد، هل يمكن الآن أن نفهم أن التحالف العربي بدأ يحيد عن الأهداف التي جاء من أجلها، وربما أيضا الكثير يتساءل كيف يمكن للتحالف الذي أتى من أجل إنقاذ الشرعية ودعم الشرعية أن يعمل ضدها ويعمل على إفشالها وإضعافها في المناطق المحررة؟ أنا لا أعتقد أن التحالف يمكن أن يتعمد يعني أن يحيد عن الأهداف التي جاء من أجلها لعدة اعتبارات استراتيجية، ليس في مصلحته أن يحيد عن هذا الهدف، لكن الإشكال الحاصل في التحالف العربي أنه غياب الرؤية وغياب المشروع الواضح وغياب الآلية الواضحة لتحقيق هذه الرؤية وتحقيق هذا الهدف. لديهم هدف محدد وهو استعادة الشرعية، ما هي الآليات؟ هناك الآلية العسكرية، هناك الآلية السياسية، هناك الآلية الدبلوماسية والآلية الاقتصادية، معظم هذه الآليات لا تعمل نعم. عدا الآلية العسكرية التي تعمل ولا تعمل بشكل جيد، وبالتالي يجب أن تكون هناك رؤية واضحة في تصور لدى التحالف العربي لدى الحكومة الشرعية عن ماهية الأهداف، عن حزمة الوسائل والآليات التي تحقق في هذه الأهداف. هذه الآلية غير موجودة وهذه الأهداف أو هذه الرؤية الواضحة غير موجودة، يجب أن يكون هناك لقاء كما قلت في اللقاء السابق، يكون هناك لقاء للتكاشف المكاشفة بين الحكومة الشرعية وبين التحالف العربي وبين مكونات التحالف ومكونات الحكومة الشرعية من أجل تدارس الوضع، أين نحن الآن وأين كنا بالأمس وإلى أين نذهب في الغد، ما هي الآليات، ما هي الأسباب التي أدت إلى التعطل، ما هي الأسباب التي أدت إلى عدم إنجاز الحل العسكري الناجع مع سهولة ربما دكتور يا اختلاف الأجندة نعم ربما هي اختلاف الأجندة بين يعني الأطراف التي تدعم التحالف بصورة مباشرة يعني أليس كذلك؟ يعني ربما هناك طبعا يعني خلاف في وجهات النظر بالنسبة للاتحاد العربي لما يرون أن تكون عليه الصورة في اليمن أو للآليات المتبعة على شك، لكن هل ينبغي أن يؤدي هذا الخلاف في وجهات النظر حول كيف يمكن أن نحقق هذه الأهداف، هل ينبغي أن يؤدي إلى تقويض هذه الأهداف وبالتالي يصبح الأمن القومي العربي في خاصرته الجنوبية في اليمن مهددا، وتصبح أيضا دول الخليج والمملكة العربية السعودية في دائرة التهديد؟ أنا أعتقد أنه يجب
أن تكون هناك حلقة وصل واضحة ومحددة. نعم. هذه الحلقة المفقودة حتى هذه اللحظة يجب أن تكون، يجب أن توجد بين التحالف العربي وبين الحكومة الشرعية من أجل تحديد الأهداف. الهدف الأكبر معروف هو إعادة الشرعية، لكن هناك أهداف مرحلية في إطار هذا الهدف الأكبر ينبغي أن تحدد، وينبغي أن تحدد آلياتها، وينبغي أن تزمن هذه الأهداف. نعم. نحن الآن نعيش في حالة من التوهان، ليس هناك جداول زمنية، ليس هناك أهداف واضحة ومحددة بالنسبة للأهداف الصغرى، والآليات أيضا غير واضحة، وبالتالي هناك نوع من التوهان الذي سيقضي أو الذي سيؤدي إلى التخريب من حدة هذا التي هو أن تكون هناك لقاءات دورية واجتماعات واسعة على مستوى القمة. نعم. بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، كنت معنا من لندن، وعودة للدكتور الأكاديمي والباحث السياسي عبد الله الغيلاني. دكتور عبد الله، إذن ربما الدكتور محمد قال بأن هناك أو الأهداف التي أتى من أجلها التحالف العربي لم يحيد عنها، وربما هناك عدم وجود رؤية واضحة وناضجة لما يريدون في اليمن، ما رأيك؟ نعم، أتفق مع الشق الثاني، ولكن لست أتفق مع الشق الأول. أما أن التحالف لم يحد عن الأهداف التي جاء من أجلها، فأحسب أن هذه المسألة فيها نظر. هذا التحالف رأيك فيها دكتور عبد الله، رأيك فيها دكتور عبد الله؟ رأيي أن يعني الهدف المركزي أو الأهداف المركزية التي جاء من أجلها التحالف لم يتحقق يعني منها شيء إلى هذه اللحظة، بل أن هناك انقلاب على هذه الأهداف. هذا التحالف جاء تحت نظرة الحكومة الشرعية ومن أجل إعادتها. نحن نشهد اليوم انقلابا على هذه الحكومة الشرعية، نشهد إقصاء لهذه الحكومة الشرعية، نشهد أن هناك يعني من يؤسس من دول التحالف، من يؤسس لواقع سياسي واجتماعي وإداري جديد في يعني المناطق المحررة. إذا هذا لا ينسجم مع الأهداف المركزية التي جاء التحالف من أجلها ابتداء. إذا هناك تحول عن هذه الأهداف، هل على الأمر حدث يعني هكذا كرد فعل؟ هل يعني الواقع هو الذي فرع التحالف هذا الانفراج عن أهدافه؟ أم أن هذه مسألة متعمدة؟ أنا أستبعد أن يكون هذا الأمر قد حدث بشكل تلقائي وعفوي، وأحسب أن يعني مسألتين هما اللتان تهمتا في هذا الواقع. أولا غياب الرؤية السياسية، وهذا كان واضحا من الأيام الأولى. إذا أن التحالف دشن هذه العملية العسكرية قبل ما يقام 3 سنوات الآن دون وجود مظلة سياسية أو رؤية سياسية رديفة لهذه العملية العسكرية، وبالتالي عملية الانحراف وعملية التفكيك التي يعانيها التحالف يعزى جزء كبير منها إلى غياب هذه الرؤية السياسية التي كان ينبغي أن تكون حاضرة منذ الأيام الأولى. هذا مسألة. المسألة الأخرى التي ساهمت انحراف التحالف عن أهدافه الاستراتيجية، أنا أتصور هذا الإعراض عن ما يجري اليوم، هذا المشروع البديل الذي يبسط في المناطق الجنوبية والشرقية على مرأة ومسمع من التحالف، والتحالف لا يحرك ساكنا إذا هذه المسألة. هناك إذاء شديد وتفكيك للحكومة الشرعية، وأنا أتصور يعني أخشى أن يأتي اليوم الذي يبحث في التحالف عن مصدر آخر للشرعية. يعني إذ أن حكومة هذا اليوم يعني لا تمثل للتحالف غير هذا القطاع الشرعي، فإذا وجد بديلا لهذه الشرعية لا أستبعد أن يتم التخلص من حكومة هذه وإبدالها بمصدر آخر للشرعية. إذا نحن أمام تحولات جذرية، وبالتالي الحديث عن حل سياسي تقوده أطراف دولية وأطراف إقليمية، أنا أتصور هذا يعني لا أريد أقول أنه من العبث، ولكن أنه حقيقة يعني أمرا ليس واقعيا أن تتحدث عن حل سياسي، مشروع سياسي، وهناك تحولات جذرية تجري على الساحة اليمنية وعلى الساحة الإقليمية. أنا حقيقة أيضا يعني أبدي شيء من الاستغراب من القوى السياسية اليمنية التي تقف موقف المتفرج، أقصد القوى السياسية المنحازة إلى الحكومة الشرعية والدائرة في فلك الحكومة الشرعية. هذه القوى في المجمل يبدو أنها تعرض يعني عن ما يحدث في اليمن، ولا تتحرك إلا عندما يعني تتعرض هي مباشرة لشيء من التهديد. إلى ما استندت دكتور عبد الله؟ إلى ما استندت؟ نعم دكتور عبد الله، إلى ما استندت بأن هذه الأحزاب ربما لم 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 تعمل بصورة يعني كما ينبغي مع الشرعية، وحادت عن الأهداف المفترضة التي تقوم به والدور الذي تعمل من أجله؟ لا 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 لا
لا كلا، هي تعمل بشكل جيد وهي مخلصة لقضيتها، وقد قدمت تضحيات يعني بشرية ومادية ومعنوية، ويعني بذلت ما تستطيع. ولكن أتحدث عن المبادرة، يعني أن لا تقف هذه القوى السياسية موقف المتفرج، خاصة مع يعني محاولات إضعاف وتفكيك الحكومة الشرعية، لأن هذا الأمر لا حدود له ولا نهاية له. سيجد اليمنيون أنفسهم في لحظة من اللحظات أنهم بغير حكومة شرعية، وأن هناك مشروعا بديلا قد بسط على الأرض اليمنية في الشمال الحوثي على عبد الله صالح، وفي الجنوب هذه القوى التي تسعى إلى الانقلاب عن الحكومة الشرعية وإحلال يعني مشروع بديل. فأقول أن القوى السياسية المركزية في اليمن، الأحزاب السياسية الكبرى والقوى الاجتماعية والقبلية، عليها أن تأخذ زمام المبادرة وأن تتحرك في إطار الشرعية. لا أقول أن أنقلب على الشرعية، وإنما في إطار الشرعية. وهل تعتقد أنها تملك ذلك وهي لم تعمل؟ نعم نعم نعم، هي تعمل، ولكني أتحدث عن المبادرة وعن قيادة يعني مشروع التحرير اليمني، لا أن تكون هي في يعني المؤخرة الذي يقود المقاومة اليوم في تعز وفي غيرها من جبهات المقاومة هم اليمنيون، وهؤلاء نعم. اليمنيون منتمون إلى في الغالب إلى هذه الأحزاب وهذه القوى القبلية والسياسية. طيب دكتور لذيق الوقت، نعم دكتور عبد الله لذيق الوقت، أختم معك بسؤال أخير. إذا يعني من خلال قراءتك وأيضا قراءة الدكتور محمد وعلى وجه التحديد كلامك أنت، ربما هناك واقع يعني مؤلم ومظلم سيطال المنطقة ليس لمن فقط. إذا الهدف الثاني بعد اليمن من هو، وهل برأيك سيستمر بتجاهل هذا الواقع حتى يقع الفاس بالرأس في أقل من دقيقة إذا تكرمت؟ لا نعلم من هو الهدف القادم، ولكن ما في شك أن هناك تحولات جذرية وسريعة تجري في المنطقة، وهذه سوف تكون تداعياتها. أنا لا أستبعد أن الولايات المتحدة أو اللاعبون الإقليمي والدولي يسلمون بالأمر الواقع ويقبلون بحالة الانفصال، اليمن في الشمال واليمن في الجنوب، وخلاص يتم تثبيت هذه الخارطة السياسية، وبالتالي يتم التفاوض بعد ذلك حول قضايا جزئية وحول قضايا شكلية وثانوية. أخشى أن يأتي أن تأتي هذه اللحظة، وبالتالي يجد اليمنيون أنفسهم يعني في مرحلة متأخرة جدا، فعليهم أن يقودوا مشروع التحرير وأن يأخذوا بزمام المبادرة وأن يقدموا مشروعا وطنيا يكونون هم في مقدمته. أشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي والأكاديمي الدكتور عبد الله الغيلاني، كنت معنا من لندن. كذلك الشكر للكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن.